بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هذا الفيديو تلقاكم كاملة بخير. اليوم راح ندير معاكم الكيكة المزخرفة ولا الكيكة العجيبة ولا مسكوتو العجيب، كل واحد كيفاش يعيطلو. المقادير تاعو سهلة وسريعة، ومام هو يخرج بنين ما شاء الله. عندي نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، زوج حبات تاع البيض، بطا ياغورت ناتور، عندي كخام ديسير دوق شوكولا، عندي زوج كيسان تاع الفارينه، نص كاس تاع السكر، عندي كيس الا ربع تاع خميره تاع الحلويات. كل كيكه راح ندير لها كيس الا ربع. عندي الكاكاو بصح لهنا ما حاش نستعملو، دوق من بعد نشرح لكم. زوج بواي تاع الفلون، واحد دوق فريز والاخر دوق كراميل، وعندي لافاني، وما ننساوش القرصه تاع الملح وزوج مغارف تاع الخل. نبداو على بركه الله. بسم الله، انا هنا هاد الكيكه اليوم راح نخدمها في هاد الاله. تقدروا تخدموها بالباتور ولا بالفوي ولا باي حاجه، بالبلندر، باي حاجه عندك تقدري تخدمي هاد الكيكه، سهله ماهله. والمقادير تاعنا لهنا دوك نقسمو كل حاجه على زوج، الا الكاكاو ما نمسوش والفلون تانيك ما نمسوش. كل كيكه رايحه ندير لها المذاق تاعها. هنا نبداو دوكا نحكم هذيك الاله تاعي، نكسر فيها الحبه تاع البيض. المسكوتو الاولاني راح نشرحه بالتفصيل، والثاني راح نديرو بسرعه. هنا بعد ما حطيت البيضه تاعي راح نحط ربع كاس تاع الحليب، قلت لكم عندنا نص كاس، نحط ربع كاس، نزيد نحط ربع كاس تاع الزيت. هنا المقادير حطيهم على فوا، قلت لكم في البلندر ولا بالبغا ميكسور ولا بالباتور كيما تحبي خدمي. لهنايا تزيدي لهنايا نص كاس تاع السكر ونص لوخر نخليوه للكيكه الثانيه، ومن بعد لهنايا تانيك زيدي هذيك البواطا تاع ياغورت ناتور. تقدري ديري لهنايا تانيك دانون بدوق كراميل، زيدي قرصه تاع الملح. وهنا دو بريفيرونس ديرو ياغورت ناتور خير، راح تعطي النتيجه افضل خير من دانون. وفي الاخير لهنايا واش راح نزيدو لها؟ هذاك الباكي تاع الفلان راح نبدا بتاع كراميل، باسكو حطينا ياغورت ناتور ونحطو الكراميل معاها، ونزيدو شويه تاع لافاني لهنايا. اين فوا تحطي كامل المكونات تاعك، ابداي دوك خلطيهم عادي كيما رانا نخدمو اي كيكه. في الاخير راح نحكم كيس تاع خميره الحلويات مع كاس تاع الفارينه. ما راحش نحط الكيس كامل، نحي منه ربع، ربع كيس هكذاك، تسمى كيس الا ربع، نحي منه داك قيس نص مغرفه تاع قهوه ماشي معمره، نحي تسمى ربع نبرك بها. وبدا يخلطي لهنايا عادي كانك كي تخلطي في كيكه، باي شيء خدمتيها بدا يخلطي لهنا حتى يندمجوا كامل العناصر تاعك. اين فوا تخلطيها مليح مليح، دوك لهنا نزيدو. قلت لكم هذاك هذيك الفارينه غربلتها لهنايا، وغربلت فيها هذاك هذيك لا ليفور اللي نحينا منها، قيس هكذايا ربع مغرف تاع الشاي باش ما تجيكمش يعني قطعه فيها بزاف. ومن بعد لهنايا خلطي لهنايا المكونات تاع كامل مليح حتى يندمجوا في الاخر كامل. زيدي لهم هذاك المغرف تاع الخل، انا لهنايا يعني في زوج تحذف لي المقطع تاع الخل. ومن بعد نكرروا العمليه بالكيكه الاخرى، ذوق لهنا نحطوا كريم ديسير ونحطوا ذوق فريز فيها. هذه هي نفس العمليه عاوديها مع الكيكه الثانيه. نخلط كامل المكونات تاعي مليح، ومن بعد نحيهم هكذا في ان ريسيبيون، وبلا ما نغسل هذاك الريسيبيون نزيد نخدم الكيكه الثانيه. هذه هي نفس العمليه، برك قلت لكم لهنا نديرو كريم ديسير ونديرو الفلون تاع الفريز، وفي الاخير نزيدو لهنايا الفارينه والكيس هذاك نحو منه تانيك قيس ربع مغرف تانيك تاع الشاي. المكونات راهم واجدين هامليك. هنايا الفرن تاعك يكون شاعل على 170 درجه. المول تاعك تانيك تكوني مدهنيه بالزيت ولا بالزبده، وحطي له الفارينه. هنا راح لازم تحت لا بارتي التحتانيه الصح هي كيما نقول لا بارتي التحتانيه هي الصح، لازم نغلفوها مليح مليح بنص كميه من هذاك الخليط. شغل راح نقسموه على اربعه، زوج تاع فريز وزوج تاع كراميل. ومن بعد لهنا كي تحطي لا بارتي التحتانيه احكمي هكذا الصفايه وديري الكاكاو تاعك. علاش قلت لك الكاكاو؟ ما عندناش كميه محدوده، لازم تغطي كامل هذيك العجينه تاعك، ما راحش تجيك لهنا مراحه، تجيك جوج جوست
علاش؟ باسكو الكاكاو راح ينحي الدوق هذاك السكر اللي في الفلان اللي في اللي درناه من قبل. وهنا كي تحطي الخليط تاعك تاني ما لازمش تخلطيه مع الكاكاو، غير تحطيه كيما تحطي خليه. ابار لا صبتي هكذا دي بلاص معمرين مليح، سيي غير بالعقل برك هكذا سقميهم، ما لازمش تخلطي باش تنجحي مليح مليح في العملية تاعك. هكذا حطي وخليه، واش علي ما يتغطاش الكاكاو كامل، غير لقيتي بارتي هكذا خشينة راكي تشوفي لهنا سقميها، وهاي لك النتيجة الأخيرة. في الأخير كامل الطبقة الأخيرة ما تزيدي لهاش الكاكاو، وقلت لكم ما تخلطوش، لازم تخليوه هكذا. الفرن شاعل على 170 درجة وطيبوه، وهاي لك النتيجة راكو تشوفوا فيها بعينيكم. لهنا راهي دافية أنايا، دوق نديموليها ونوريكم النتيجة الأخيرة. هنا لكان المول تاعكم يلصق حطي له بابي كويسون من تحت. دوق لهنا نمروا للغاناج، حكمت لهنا 100 غرام تاع شوكولا، زدت لها نص كاس تاع الحليب، نخلطهم فوق النار على النار هذيك القليله تاع الفرن تاعي. كي تذوب نجيب نحطها هكذا على الكيكه تاعي، نخليها دوق هنا قبل ما تيبس. التزيين يكون اختياري، لهنا تحبي ديري كاوكاو ايفيلي، لوز ايفيلي، واش تحبي. انا درت كاوكاو ايفيلي، هنا مازالها ما نشفتليش مليح مليح، بصح ماهيش تلصق في اليد. دوك راح نقطعها معاكم باش نوريكم النتيجه الاخيره باش نختم لا فيديو تاعي. بعد ما نقطعها لهنا دوك تشوفوا النتيجه الاخيره، صدقوني يخرج روعه سواء لضيافكم ولا لاولادكم. وهاوليك شوفوا كيفاش يخرج روعه روعه، نتمنى ان شاء الله تجربوه. قلت لكم ما تخلطوش برك العجين، كيما تحطوه كيما يبقى لكم. زيدوا هذاك الكاكاو وغطيوا لي بارتي برك اللي حطيتوه، واش عليه ما تعاودوش تكاوكاو كامل، وشوفوا النتيجه كيفاش تحصلوا عليها. الكاكاو يبان، الفاني وحده، عفوا الكراميل وحده، والفراز وحده. وهاي لك لهنا راهي واضحه تانيك مليح مليح. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الكيكه تاع اليوم. ما بقى لنا غير نقول لكم كي العاده، خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.